كان جوعان، أكل تفاحة، التفاحة الثالثة طول أنفه كتير. نناقش مع بعض دقيقتين ثلاثة خمسة إيش فهمت من القصة. صاحب الكيس تطعميه وتعطيه كل شيء حتى يروح ينام. لبس جاكيت تقول بدي اروح لفلان مكان فورا يروح. شو ما شدي ده هاد الجاتن؟ واختاقو بوتشكاي قطتك او هبالي حنكي خبيتك بوتشك. قطتك. مو بوتشكاي قطتك.